هاي هاي. اليوم قررنا نعمل تاني فيديو لنا مع انه شوي تاخرنا هيك تشتقولنا شوي. فقبل ما نبلش بالسبجكت تعولنا انا شوي بدنا نجاوب على الاسئله اللي اجتنا من اول فيديو. اوكي لكن شوشوتي هي كلمه فرنسيه، هي الفيرب شوشوتي اللي بتعني اذا بدكم بالانجلش لايك ويسبرينج، ما بحسها اكزاكتلي ذا سيم وورد بس وشوشه. وي ريلي ثانك ايفري ون watch the video, the subscribers. أنا ما كنت عارف إنه it's gonna be that big من أول مرة. عن جد صح إنه بعدنا كتير بشكل متواضع يعني، بس عن جد we're happy يعني إنه step by step. ونحن عن جد we are so thankful لكل حدا نعمل subscribe لأنه إنه it takes effort أقدر من إنه بس حدا يحضر. واللايك. Thank you for your comment. أكيد I appreciate it. اللي she said إنه that's nice إنه في حجابي girl بس إنه I hope ما تشوش وتحجب. عن جد أنا I feel إنه that is a very big responsibility حدا إلي، لأن بحس إنه أي شيء رح أعمله بدي يكون عم تحمل مسؤولية everything بمسألة الحجاب، بس I really want people إنه يتفهموا إنه we are normal individuals يعني أنا ممكن ما أكون represent our girls. كثير هلا فترة عم بقرا قصص وبحضر فيديوز وصور على الفيسبوك والسوشيال ميديا عن الناس اللي عم بيعلقوا قديش انه صار في عنا فاشينيستاز وستايلست وبلوجرز. عن جد هي الفكرة انه نحن ما بنجرب نتطفل على الدومين بأي شكل، ولا انه يلا شفناها ترند خلينا نعمل هيدا الشيء. هذا الشيء بحس انا بدي مثل ما قلنا قبل انه من زمان بنحلم بنعمل هيك شيء، ويمكن نحن عنا هيدا الفاشن مثل ما انه ريم بتقول نصور قصص نشارك ارائنا الشخصيه لنا، يعني نحن ما عم نجي نعمل ستايلست على حدا ولا بوز ولا شيء. يعني يمكن انا اقول مثلا هيدي الشغله هلا كثير بحبها حلوه بس هي تكون منها دارجه وما حدا بيعملها وات ايفر. يعني اليوم حنحكي عن قصص ترند صارت يمكن خلص بطل الدارجه هلا بصيف 2019، قصص هلا صار الدرج كذا ترند، اشياء بطل الدرجه واشياء ما درجه. يعني مثلا بتطلع ميوزك ان فاشن one day you're in the next day you're out. اول شيء بدي احكي عنه جوك صار اكسايتد شيء انا كل يوم عندي معلومه هون هو how much she love glowing and glitter and gloss and everything. ليه ما عندك جلتر؟ لكن ليه ما عندك هذا الستيكي جلتر اللي بيلمع تحت الشمس مع الغيم؟ اوكي بدي اقول انه قد ايه كان في موجه ما بعرف شو بسموها عن المات ميك اب مات ليبستيك هذا الشيء كان كثير دارج. اوكي انا اي لاف مات اي لاف مات ومن وقت لوقت بحس انه اتس اوكي تحط مات ليبستيك بس ناو اتس اول اباوت جلوينج اتس اول اباوت هايلايتر اتس اول اباوت ليب جلوس يعني قد ما فيكم بس بتعرفي بيجر ذا باتر ما بعرف بس بهذا الموضوع عن جد بحس انه لايك I really انا راح احكي as a normal girl انه بحس the companies او the brands بس شوفوا قد الناس عم بيحبوا الهايلايترز وكذا عم يعملوا كثير اشياء اوفر برايس عم يعملوا كثير اشياء مثلا we can't reach them بلبنان صح 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 ولا انا عن جد بدي اقول لكم شيء انه make your own highlighters. It's so easy. Sometimes I use lipsticks. اي شيء glowing. You can use a glowing eyeshadow, glitter eyeshadow for highlighter. هيدا الباليت اللي عندنا مطورة دايما it's like the best. هايلايتر عندك anything. ايه فانه حتى مثلا ليب جلوس اذا ما لقيته مثلا انا مره كنت بحط ميك اب وما كنت عم لاقي ماي ليب جلوس عندي واحد فا اي يوز فازلين على شفايفي سو يو كان دو سبستيتيوت ما ضروري نروح ندفع لايك $50 بعدين $30 شيبينج لانه بلبنان ما في مثلا انستيجيا بيفرلي هيلز مثلا سو بس وي هاف نمبر 2 تشوكرز خلص girls I'm really sorry we have to say it بس انه خلص get over وصلنا لمطرح انه صار في الجولد بليتد نيم بالتشوكر ليه؟ اه هيدا الرول تاع اللبنانيات كل بنت لازم يكون عندها سلسلة باسمها بس نوران عندها واحد مكتوب نانو مش نوران عندي اثنين عندي واحد مكتوب اسمي نورهان وواحد مكتوب نانو لانه ماما بتوصي نانو Instead of wearing chokers, they wear statement earrings, big earrings, colorful earrings. بعتقد هلا it's trendy more وبالنسبة للبنات حجر جيم بحس مثلا
حتى الستيتمنت نكلسز ما ماتوا كتير، يمكن شي شوي هيدولي مثلا ما رح لقيه هلا، بس انه اللي بيجوا شوي انتيكا بحس انه they are updated وهالاشياء. والستيتمنت رينجز هلا انا هون حتحكي لكم عن شيء كثير بتحبه وكثير بتحبته في بلد اميره. ستراب عنجد انا عندي كلمه اولى ل every girl تلبس ترانسبيرنت برا ستراپس انه we all can see them. شكرا على نعمة الحجاب والاسلام. مش وقت عن جد البنات اللي بيلبسوا هيدي الترانسبيرنت رح تلاقيها بالستراب اول من ورا مثلا، بس تلبسوا فستان مفتوح حتى البرا بتجي كلها ترانسبيرنت من ورا كمان. لا كلنا قادرين نشوف هذا الشيء، يعني انه بحس وايت او ليس او بلاك ودود او هلا صار في هيدا البرا اللي ما بتبين لا من ورا ولا من فوق. صح اللي كل شوي اي سوايب اون انستغرام ليش خلصت الفيديو عنه. صح انه جانا قدامي فيها بس انه اتس ريلي يوزفول، يعني بليز 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 جيف اب ذا ترانسبيرنس برا ستراپس. انا اي هيت بينك وفوشيا مع انه اتس سو ترندينج، بس انا عن جد مستحيل لايك اي وود نيفر البس حجاب بوشي. اوكي ميبي، بس اللي حنحكي عنه اتس ترند، ومثل ما بنقول في قصص يالو. اوكي بس يالو شيدز اوف يالو، يعني سيرتن شيدز. بتعرفي اخر كلمه توقعتك عم تقولي هي يالو؟ يالو حتى لو في ترند عم نحكي عنها. لا درجه مش درجه، بس بالنهايه كله بدنا نرجع لنحن شو بيلبق لنا. بس هيدي الالوان كثير درجه بالسمر، الالوان الفاقعه بينك. اوكي انا رح احكي شوي عن شو دارج بالفيلز للمحجبين. اوكي كل شيء نود كولرز، يعني انا اي ثينك انه اجمل شيء هذا الشيء ما لازم يصير اوت اوف ترند ايفر. اكزاكتلي انه مثلا اوكي وي كان جو كريزي امرار بشو عم نلبس حجاب، بس انه لازم نعرف دائما انه لازم كل بنت محجب يكون عندها هول الرماده والبنه مش البنه يعني البيج عروس بيج على ما بعرف شو، يعني لانه بحس انه بيلبقوا على كل شيء. انا مثلا اي هاف سكارف، كل صوره على انستغرام لابسه هيدا السكارف. Like that's why we're buying new things. Okay, well, people اللي بيحبوا يعرفوا من وين my scarves. It's not sponsored عن جد، بس انا I love I love a boutique بحار تحريك اسمه استبرق عن جد. They have great veils. Cold shoulder اللي هو ال cold shoulder اللي لا طلعت فيها ما كانوا يستبت لها دروب. shoulder كثير دارج، بس القصص البلوز اللي يمكن كثير مفتوحه like I'm wearing now مع انه انا I love it مش out of trend، بس هلا كثير دارج اصلا ما رح يلاقوا كثير بالمحلات شيء هيك، لانه خلص كل شيء ترندي عم ينزل كله بالسوق مثلا هاي نكس واوف شولدر. صح يعني هلا كثير دارج القصص الهاي نكس، اكيد we can wear stuff like this اكيد، بس انه الدارج شوي هلا هن الهاي نكس اللي بيجوا اشياء فيهم موديلات different texture ما بعرف، بس انه هذا الشيء كثير دارج. حتى انه هلا ما بعرف ليه عم يدرج كثير انه كل ما you can cover up زياده كل ما it's better. عن جد ما فينا ننكر انه 2016 و 2017 كانت a modest campaign، يعني flower power I don't like flowers. انا شكلي مش صاحبه مع 2017 لكن انا كمان يعني انا انه نحن فتشنا على كذا شغله ترندي، بس انه نحكي عنها نحن كيف بنشوفها. بحس لانه نحن عندنا هون بلبنان انجلقوا عليها الجلق الرهيب. هيدا الامبرويدد فلاور سترايبس they are so trendy. انا شخصيا بحبهم. I love the pants اللي بيكونوا اوكي بانت ايه انا فاز، بس هو التي شيرت مثلا بيجوا نص كم إذا جامب سوت كمان أو بتوير. أوكي أنا بحب تعرفي إنه يكون ستيتمنت بيس هي سترايبس، بس مش إنه هيك مثلا تي شيرت عنده سترايبس. كل الجامب سوت أنا صراحة شخصيا أي لاف جامب سوت، لأنه كثير إتس أن إيزي بيس للمحجبة وللمش محجبة. يعني أنا أجمل شيء عندي بالصيف إني أشتري هيك الجامب سوت لقيها مثلا كم طويلة بتكون إنه هيك هي أجمل شيء بحياتي. صح حتى الجامب سوت ما بعرف لهم اسم ثاني، بس الشورتس يعني ماني جامب سوت. اتس ريلي نايس لو بت شغلي ليجينز اللي عليهم كثير برنت هودي السبيس برنت ما له بحياتي فهمتها. هيك كل الوان برنت الزياح مدري شو اتس نوت ترندي. يو ونا وير اي ليجينج وايت جاست بيسك كولرز. يا بيسك كولرز هيلز talk about shoes heels for girls. هلا انا شخصيا بحب كثير الكعب الرفيع والموزه الرفيع انا بحس هذا الشيء ما بيموت صراحه. هذا الشيء ذا موست
بحط يعني خلص هذا شيء كتير كلاسي بس اوكي sometimes I wear هذا الكعب العريض اذا كانت okay. very good. بدي اقول شيء عن جد انا من فترة هذا شيء حسرة بقلبي من فترة رحت على H&M ولقيت يمكن اجمل سكاربينة شايفتها بحياتي بوزة هيك رفيع وكعب عريض وهيك glittery بس انه in a good way والله ما تقرفه وما لقيت وقتها the right size وبعدنا حضر كتير بزعل عليها شو فكرة افان will send you هي please H&M تعملي وحلي customized اوكي فا اللي forbidden round yes the round toe shoes please اصلا عادة عن انه it's not trendy انا بحسها انه منا حلوة لانه بتعطي فورم كتير مزعج كتير يعني بتحسر الاجر exactly. وبالنسبة للشوز عند الشباب باطل الرسم اللي لبس على بدلة السكوير والبوينتي بلاهن you just have to find the perfect هيك round على مروس شوي yeah, average moderate اي اكزاكتلي هيدا اللي بيجي هيك بسكوير والكتير بوينتي هيدا اتس سو عارف ترند وكمان بالنسبه للسوتس للرجال بليز 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 عن جد كل الشباب ما بتصدقوا قد ايه حلوه البدله العقد الجسم بليز عن جد كتير حلوه كتير اتراكتيف كتير مرتبه هيدا البدله المفضفضه والواسعه والطويله بليز لا وانا ما حروح مع قصه سوري بس ما حروح مع قصه انه don't wear ties بس بطيونات لا ties is good بس مش ال too long ولا ال too big اوكي بدي اقول كمان شوي للبنات اللي بحاولوا يخفوا جسمهم سمها واذا بحس هيك في شوي compound زايدين بيصيروا يلبسوا تياب اوفر سايز هذا الشيء عن جد شيء بشع هلا اوكي في تياب اوفر سايز كثير حلوين تي شيرت وجاكيت هيك حلوين بس العالم دائما بيلبسوا هيك هذا الشيء اولا بنصح عن جد لانه you don't see your body بقى فبتاك بتحس انه خلص I'm wearing اوفر سايز وثاني شيء بالشكل كان حدا بيشوفك كمان بفكر انصح من ما انت لا embrace your body عن جد اذا حسي في جسمك مش عاجبك فيك تشتغل عليه اكيد فيك تضعفي تعمل دايت whatever مش عم اقول انا يعني انا مني مع مبدا انه to accept yourself the way you are لا فيك تحسن فيك تحس انه هيدا غلط انا بدي اضعف هيدا مش منيح انا بدي اسوي هيك it's normal بس اهم شيء انه to embrace your body تلبس الاشياء اللي بتلبق لك وما تخافي يعني تلبس الضيق وهيك قصص طب فينا نحكي عن شيء كثير بضايقني شو الدبل تشن اوكي اول شيء انا I hate my double chin يعني ودائما بقول انه not a double chin بس من ورا الحجاب اكيد بده يصير هون like it's weird ما بصدق انها بتك شي دمك انا شو كنت بكره عن انه انا مثلا كشخص كل يوم هيك بمرق على الانستغرام I'm really sad قد ايه انا شخصيا واكيد كل الناس we're being obsessed بهيدا ال perfect body اللي عم يدرو عرفتي بعدين وصلت لمرحلة انه لا انا قد ما ضعفت I'm not gonna be هيك small waist with big hips ما بعرف شو no I'm gonna be beautiful the way I am بس انه اكيد نكون healthy وما نكون overweight هيك to ignore the idea انه لا if you're fat you should like have you should like be on a diet or whatever وخلص بحس انه كل واحد بيلاقي his perfect weight exactly يعني you should be perfect للعالم you should be perfect for yourself eyebrow اللي مشحبر اللي يعني كتير هذا ال natural look تبع كور هلا انا ما بيطلع لي احكي لانه I have the worst eyebrows بالدنيا بس لا انا I love my eyes انا اي دونت بكره بحكي لكم شو الخبريه بس انه اوكي ف فاي هذا الثيك اي براو مع هذا الناتشرال مش تو ماتش اهم شيء اهم شيء للبنات اللي عم يحبوهم انا بعلم حواجبي كلها اوكي هيدي الشحطه اللي بتعمل هون وهون هذا البلوك هيدي كثير بشعه يو هاف تو بلند يعني ضلوا مبين ناتشرال بطريقه مش فيك وفور جايز كمان حنحكي بعد قصص فور جايز الشورتس ان كان للبحر او ان كان بالحياه العاديه nobody love الشورتس short shorts short shorts يعني هيدا كثير قصير لا the perfect طول اوكي طول طول المناسب للشورتس يكون على الركبه يعني فوق الركبه بنقطه وما يكون كمان ضيق يكون في شوي سبيس يعني شوي هيك باقي هذا كل شيء كنا حابين نحكي عنه بهذا الفيديو ان شاء الله تحبوه وان شاء الله تكونوا حبيتوا اللي قبله عن جد ار سو ثانكفول لكل حدا عن جد اعطانا دقيقه من وقته حضر الفيديو عم سبسكرايب لايك للبيجز انستغرام فيسبوك واف نوت دو ات ناو اوكي وي لاف يو سو ماتش باي